باسم شبيبة الثورة وبرأس يحيى شريف، كان الهدف الأول في تاريخ ممثلي الصحراء الجزائرية في مرمى نادي القرن وحش القارة الإفريقية الأهلي المصري، هدف لن ينساه كل من يعشق فريق شبيبة الثورة، وسيتذكره الكبير والصغير ليحكي ذات يوم أنه سجل هدفا على حساب الفريق الأكثر تتويجا في القارة السمراء. الإرادة والسيطرة المطلقة التي فرضها نسور الجنوب الجزائري على الشياطين الحمر الذين عرفوا كيف يعدلون النتيجة في الخمس دقائق الأخيرة من المباراة عن طريق المهاجم كريم نادفد. بعدها صاحب الخبرة يحيى شريف يعود ويسجل هدفا بأكروباتية جميلة، لكن راية الحكم ألغت جماليتها لتشهد مدينة بشار على أن شبيبة الثورة شرفت الكرة الجزائرية أمام كتيبة الأهلي المصري. نشكر اللاعبين على المردود الجيد اللي أداوه منذ بداية المباراة، يعني ودخلوا في زمام المباراة منذ الوهلة الأولى، وين وقفوا الند للند لفريق الأهلي،